السلام عليكم مشاهدي الكرام من قناة غداتي كل يوم، كنحييكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم عندي واحد طبق بغيت ندير ليه الدجاج، بغيت نسمو بهذا العطرية. هذه فيها الازير وفيها شي اعشاب اخرين، اللي ما عندوش هذه يقول لها زاب بروفونس، اللي ما عندوش يدير هذا ازير، يدير شوية ديال الازير ينسم بها الدجاج كيجي ممتاز. عندنا هذا ازير، هذا ليزاب دو بروفونس، وعندنا معلقه ديال الموطارد، معلقه كبيره ديال الموطارد، معلقه كبيره معمره، وعندنا الثومه، وعندنا سكينجبير والخرقوم، وعندنا البزار والملح. هادو هما باش نطيبوا هذا الدجاج، ما نديرو لا بصله ولا حتى حاجه، هادو هما المواد باش نطيبو. في كوكوط والزيت، في كوكوط غادي ندير الزيت، وغادي ندير هاد الدجاج. الدجاج هو مغسول ومرقد في الحامض وسكينجبير والملح باش ما يعطيش ديك الزفرة ديال الدجاج. غادي نديرو هاد الدجاج كله ونزيدو فوق ديك العطرية ونديرو هي والموطرد، ندير هاد الشحال، حنا درنا شوية د الما، غادي ندير فيها هاد الموطر باش يطلق لي. ندير هاد العطرية، ندير التومة هنا، التومة في الكوكوط، وهاد العطرية نديرها هنا، نزيد واحد القليل من الملحة، هاد شوية خطر الدجاج مرقد في الملحة، ندير شوية البزار، ونخلط هاد الشي، خليط الجميع، حتى تخلط مزيان هاد غميرة هاد العطرية هادي، كنزيدها فوق الدجاج. هو الدجاج تغمر مزيان، دابا غادي نشعلو عليه، دابا غادي نخليوه يطيب شويه حتى يتشحر ونزيدو له الوصفة ديالنا. دابا غادي نزيدو ديك ليزاب بروفونس، غادي نزيد هاد الغرقة، غرقة ديال ليزاب بروفونس، غرقة معمرة مزيان باش تعطينا ديك النكهة، ديك المذاق ديال داك كتجي ممتازة هاد الوصفة، كتجي زوينة بزاف. لي ما عندوش هاد العطرية هادي راه كتباع، ليزاب بروفونس لي ما عندوش يستعمل غير من الجبل الزعفران، الأزير ممكن يدير حتى شوية زعفر وأزير يزيد ليه، كيجي ممتاز هاد الدجاج، كيجي عند واحد المذاق ممتاز. مع هاد الدجاج باغي نديرو الخضرة، غادي نديرو لابيري، نديرو البطاطا. البطاطا هي غسلتها مزيان ونقيتها وعاودت غسلتها مزيان ودرت لها مويه نقيه، درت لها الماء نقي والملح، وغادي نديرها طيب. من بعد راكم عارفين كي نديرو، من بعد غادي نوريكم كي نديرو لابيري. ها هو الدجاج كيتقلى، عطاها ريحه زوينه بهاد
الاعشاب اللي فيه. راني قلت لكم ديال اذا ما كانش عندكم هذا الزهر بروفونس ديروا للجبل ازير ومع شويه الزعتر كيجي حتى هو حتى واحد يبدا زوين ما تكثرش الزعتر ديروا غير واحد الشويه ديروا للجبل ديروا منه مزيان اما طحنوه اما حكوه من يديكم راه كيجي زوين بزاف. هذا هو الطبق ديال اليوم راه كيجي ممتاز. هذه الوجبه هذه دابا كيطيب الدجاج كنديرو في الفرن يتحمر شويه ونجمع ديك لاصوص نخليها نقلبها مع البطاطا مع الكيري وهذا هو هذه وجبتنا اليوم. راني درت الما فاش يطيب من بعد منين يطيب الدجاج كنديرو نزولو من ديك لاصوص ونديرو في الفرن يتحمر ندير معاه شويه الزبده من الفوق ونديرو في الفرن يتحمر وهذيك لاصوص كان نشفها شويه نشحرها ونخليها باش نقدم على البطاطا مع لابيوري. دابا هي طابت لنا البطاطا هاني دايره فيها واحد المعلقه ديال الزبده وراني قطرت منها الماء اللي فيها بعد اللي طابت لان ما بغيت نستعمل فيها الحليب. دابا غادي كيما راكم عارفين هادشي هكاين كيما نديرو لابيوري. هاني دزت بعدا درت لكم لابيوري كنخدموها مزيان هكا وكنزيدو لها الحليب باش تجي رطبه وتجي زوينه. كنزيدو لها الحليب ونزيدو لها زيت انا كنبغي فيها زيت العود والملح راه فيها ما نديرو لها لا بزار ولا والو هالفوري غير الملحه والماء وكنديروا لها الحليب والزبده واللي بغى يدير لها زيت العود يديرها اللي ما بغاش ما يديرهاش على حسب. دابا غادي نديروا لها هذاك الحليب بشويه بشويه. ما درت كاس ديال الحليب ندير هنايا قل شويه من كيلو البطاطا كنخدموها مزيان حتى تولي ناعمة ومزيانة ونذوقوها تكون هي هاديك في الملح. وأنا كتعجبني ندير لها شوية زيت العود هاد الأكلة ديال الدجاج هاكا و البيغي راه تعجب الدراري بزاف وزوينة حتى الكبر عندها مذاق زوين والدجاج راه كيجي رائع بديك هذاك الأعشاب هذوك كيجي رائع. غادي ندير لنا شويه زيت العود وهادي هي لابيري ديالي. دابا غادي نديرها في واحد الطبق اللي بغا يديرها في الفرن تحمر من الفوق يديرها اللي مبغاش يخليها هكاك هضرها زوينه مذاقها زوين وهي زوينه. لابيوري وجدت حضرناها في هاد البلاطو غادي نقادوها ونديرو فوقها شويه الزبده ولا الزيت نديرها في الفرن تحمر باش نقدموها مع هداك مع الدجاج. والدجاج هاهو الدجاج هاهو وجد هو قريب نشف من الماء. دابا غادي نديرو في الفرن حتى هو غادي نزودوه من الكوكوط نديرو في الفرن. إذا درت قليل من الزيت باش تحمر باش تجي زوينه من الفوق وغادي نديرها في الفرن. نقدرو نشعلولها غير من الفوق لفوق حتى تحمر ولا نقدرو نديرها الفوق من تحت لفوق النار كتنتفخ وتجي زوينه إذا كانت النار من الفوق ومن تحت وكتحمر. هذا هو الدجاج أنا درتلو الزبده غادي ندخلو الفرن. راه طاب وجا زوين درتلو غير الزبيده شويه من الفوق لان ما فيه لا موطارد وفيه هذوك الاعشاب راه بنين وزوين والمرق ديالو هذا هو ها هو. دابا غادي نصفيه وفي التالي غادي تشوفو الاخر غادي تشوفو كيفاش غادي نقدمو كيما مالفين ب لا بيغي وهذا لاصوص والدجاج يكون محمر في الفرن. هادي هي لابيوري من حمرناها وهذا هو الدجاج رائع جا رائع جا ممتاز
كيجي زوين بزاف هذا الطبق ديال هاد الدجاج من طيبو هكا كيجي ممتاز. وهذه هي لاصوص، لاصوص هذه هي حنا صفيتها في داك الكسكاس، في الكسكاس ديال التفوار باش يهبط لي داك التوابل اللي فيها، داك الاعشاب اللي فيها. هذه هي وجبتنا، دابا غادي نقادها في الطبسيل ونوريكم. هذا هو غادي ندير قد الطبسيل ديالي، هذه هي اللحيمه راها مشحر راها محمره مزيان. وغادي ندير دوك لاكيري راها سخان، غادي ندير السلام فيوري ندير لا بيري هكذا. وكل واحد يدير التزيين ديالو كي بغا، وكل واحد يدير الخضره اللي بغا. تقدروا ديروا فريت، تقدروا ديروا شوفلور هكا بيغي. دابا نحطو لكم كيجي حتى هو زوين بالثومه والمعدنوس والزبده، كيجي ممتاز. هذا هو الطبق ديالنا. دابا غادي ندير شويه ديال ديك لاصوص اللي كنت درتها، ندير هنا في الكوري وندير هنا الفوق الدجاج. راه عقده وزوينه وبنينه بزاف، هذا الطبق كيجي ممتاز عجيب هذا الطبق. وهادي هي درنا شويه على الطاجين وعلى المرقة وهذا، وحنا درنا هذا الطبق. ان شاء الله يعجبكم وتتجربوه نتوما فرحانين في احسن الاحوال.